هنعمل دلوقتي الفرايد رايز مع بعض. مقاديره على الشاشه، صدور فراخ هنقطعها رفيعه جدا كانك بتقطعها شاورما. معانا بصل مفروم ناعم، معانا كمان بصل اخضر في المقادير، دي مهمه جدا. والفرايد رايز دايما نستخدم فيه عروق البصل الاخضر، والبصل الاخضر يعني مناعه قويه، يعني قيمته الغذائيه عاليه جدا، يعني فواتح للشهيه. عينيه زي الفل، هقطعها بس لو تسمح لي اهو. ومعانا صويا صوص وزيت سمسم وتوم للفرايد رايز. وانا للامانه هعمل طبقين من الفرايد رايز، واحد بالبيض وواحد بالفراخ. حلو الكلام اهو. ها ماله؟ مدام امل من خلال السوشيال ميديا بتسال عايز اعمل قلقاس احمر، اعمله ازاي؟ حلو قوي. بنجيب القلقاس يا ست الكل يتغسل كويس وهو سليم، وننشفه بشاش حلو قوي او بمناديل المطبخ عشان الرمله اللي فيه كل الدرنيات بيبقى فيها تربه. قشرنا القلقاس، قطعناه، بنحطه في ميه ساقعه، ما تحطش في ميه مغليه. وبعد كده بنعمل له الطشه بتاعته ونخليه يتسلي في قلب الطشه اللي هي عباره عن كزبره خضراء. عايزه تحطي له سبانخ حطي له سبانخ، تعمليه بالسلق حطي له سلق زي ما انت عايزه. عايزه قلقاس اخضر تكتفي بالخضار بتاعه. عايزه قلقاس احمر، كل القصه انك تضربي حبيتين طماطم في قلب الخلاط او معجون طماطم، ولكن يفضل طماطم طازه، وتحطيهم على القلقاس. وانا شخصيا بعشق القلقاس بلونه الاخضر، حلو قوي، بس اطعمه هنا، اما بالطماطم بيقلب على صينيه بطاطس على طول. الفراخ تتقطع بالشكل ده كده، رفيعه جدا كده اهو. السكينه بتاعتك تكون حاميه عشان ما تعورش ايدك. السكينه لو حاميه وانت متحكمه فيها ما تعورش ايدك. السكينه لو بارده ومش قادره تتحكمي فيها ممكن تعور ايدك. معانا مين؟ الفراخ تتحمر مع الثوم بالشكل ده كده. طبعا المعلقه اللي نستخدمها بقى معلقه لطيفه عينيه اهو. بس اخلي الفراخ اهو، شفت بقى هو ده. الرز هنا مسلوق وجاهز، نشوف الرز مع بعض كده عشان نشوف المقادير بتاعه الفرايد رايز. انا شخصيا بحبه بالليل، ولادك جعانين هتعملي لهم ايه؟ هعلمك حاجه لطيفه كده. افتح الثلاجه هتلاقي سوسيز، هتلاقي هوت دوج، الحاجات اللي بتتجاب من السوبر ماركت ديت. ما لقيتيش لا ده ولا ده، لقيت لحمه مفرومه، عروق بصل اخضر، فص توم، صويا صوص، حمصتيهم، تاخدي الرز اللي باقي من اكله الملوخيه اللي عندك في الثلاجه. احنا كده بنعمل رز كتير، لان الرز المصري عندنا بنعمل كميه، وتحمريهم مع الخضره دي وتيجي حطها بقد ما بألف انا وشيف. طعم تاني خالص ومدرسه تانيه، بصويا صوص وزيت السمسم. انا هقلب الفراخ كده مع زيت السمسم بتاعنا لغايه لما تتحمر. اخبار الفرايد رايز ايه؟ الفراخ زي الفل. تمام؟ نقلبها كده. ايه الاخبار؟ حلو قوي. تسلم ايدك. الرز فين؟ مسلوق مسبقا. ناخد الرز ده كده اهو. رز مصري. ينفع نعمل فرايد رايز برز بسمتي؟ ينفع عادي. ونقلب الرز يتحمر شويه مع الفراخ. حلو الكلام. عايز الطعم بقى شرقي ولا غربي ولا صيني ولا ياباني ولا طلياني وهكذا؟ هو ده التوابل والفليفر بتاع الاعشاب، هو اللي بياخدنا من مطبخ لمطبخ ومن مكان لمكان ومن عالم لعالم. ودايما بقول المطبخ مصدر السعاده الزوجيه. مشكله بينك وبين جوزك ونزل الراجل متعكن او جاي متضايق من الشغل، والله العظيم لو رجع ولقى اكله جديده هو كان بيحب ياكلها من ايد والدته هيسامح وينسى كل حاجه وخلاص، وده بالتلج وخلص الموضوع. هو ده، عشان كده بقول المطبخ مصدر السعاده الزوجيه. يعني عايز اقول لك يا امي يا خالتي يا عمتي يا زوجتي، مفاتيح السعاده الزوجيه في جيبك بين ايديكي وانت ملكه المطبخ. ادي الرز شرب الدجاج، وناخد البصل الاخضر بتاعنا ده كده. الله الله الله. دول كفايه قوي، ونفرمهم على وش الرز. مهم جدا. خلي بالك بصل اخضر يتغسل كويس، كل الدرنيات، بصل اخضر، كرفس، كرنب، بطاطس، بطاطا،
جرجير، كل ده يتغسل كويس، لان في رمال، في عواصف جويه بتلاقي الرمله الناعمه موجوده ما بين الورق وبعضه، فلازم يتغسل كويس قبل التقطيع مش بعد التقطيع. ليه قبل التقطيع يا مغازي؟ علشان احافظ على القيمه الغذائيه اللي موجوده في الخضار. ما اقطعش البصل الاخضر ده واحطه في ميه، هتلاقي الميه لونها اخضر وبقت شخصيته ضعيفه. يقول لك بتعملي فيا كده ليه يا حاج؟ عملت ايه انا؟ ده انا بقولك المناعه، ده انا حارس مرمى قوي جدا زي ابو جبل كده، ولا مرض يجيلك لو انت فطرت بيا الصبح كده مع طبق فول. ادي البصل الاخضر على الفرايد رايس. هنحط عليه دلوقتي شويه صويا صوص. خلي بالك الرز هنا ما حطيناهوش ملح، خلي بالك. اوعى تنسي بقى وتملحي الرز وتيجي تحط صويا صوص، يبقى الاكله مش هنسلك بقى. تقول لي الشيف المغازي اللي علمني كده. وتلاقي وانت بقى مثلا ايه بتتسوق، يجي واحد من المعجبين: يا شيف مغازي والله مراتي عملت صينيه البسبوسه على طريقتك ما ظبطتش. يا راجل طب انا ذنبي ايه بس؟ اذا هي مثلا كترت البيكنج باودر، استخدمت زبادي طريق صلاحيته مثلا قرب يخلص وهكذا، او ما استخدمتش سمنه حلوه. النظافه مهمه جدا. حلو الكلام؟ نقلب كل ده مع بعض. الله على شويه الفرايد ريز دول. صحي. وريني الماده الدهنيه كده، مش رز معمر فيه قشطه ولا سمنه خالص. معلقه زيت سمسم يعني اوميجا 3 يعني بذور الكتان يعني كيلو جمبري جامبو. ما حطيتش لا ملح ولا فلفل اسود ولا حاجه. الصويا صوص اخبارها ايه؟ اهي. وتجيبي نوعيه صويا صوص حلوه. يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي، سامعين الصوت ده كده؟ خلص الفرايد رايس. الله، هو ده. هنغرف طبقين دلوقتي، الطبق الاول من غير بيض، الطبق الثاني هنحط له بيض. عشان معايا اخويا مصطفى ما بيحبش البيض المقلي في الاكل. هنخلي ده كده على جنب. حلو الكلام. ونجيب طاسه كده ونجيب بياض البيض، مش هنستخدم البيضه كلها، واوريك ازاي تعملي اومليت. حلو. نغرف طبق. اللهم صل على النبي. فرايد رايس بطريقه سهله وبسيطه تقدر تعمليه لاولادك. عندك هوت دوج زي ما قلت، عندك لحمه مفرومه، عندك ممكن تعمليه كمان على فكره بالبسطرمه. حلو الكلام. باللحمه البارده اللي هو المرتديلا يعني. الله، لا تاكلي من ده وتدعي لي بصراحه يعني. طعم الصويا صوص مع زيت السمسم بتتكلم مصري مش ياباني. اذا اليابانيين كل يوم مصر بتصب عليهم بالسوشي بتاعهم. والله العظيم كل يوم لازم يفطروا السوشي، فطار غدا عشاء. كايه بقى بجود بقى، ما انا معايا وقت، واحط شويه صويا صوص. ما حطيتش بقى اي حاجه تانية، واشيل ده من هنا كده. حطيت على بياض البيض تاني صويا صوص ومعلقه زيت سمسم. ركزوا معايا بس عشان الموضوع ده مهم جدا. والنظافه يا شيف اول باول. واحط فص ثوم ني وشويه شبت صغيرين. الله عليك. وشويه عينيا يا فندم. ونقلب دول مع بعض كده زي الفل، كله تمام. حلو. ونقلب دول مع بعض. بياض بيض، فرسان التلفزيون المصري، معاه فص ثوم مفروم ناعم، نص معلقه صويا صوص، ما تحطيش ملح ولا فلفل، وحطينا يا عم الشيف كمان نص معلقه زيت سمسم لغايه الرغاوي دي ما تيجي معايا. بحط شويه زيت صغيرين في الطاسه ونقلبهم كده شمال يمين شمال يمين، وناخد بقى هنا كده يلا، وننزل بده كده هنا يا ويلي يلا. ونسيبهم كده على النار ونشوف هنتعامل معاهم ازاي دلوقتي. ده بعد ما يستوي اخواننا بقى في الصين بياكلوه كده. بنعمل ايه يا عم الشيف؟ شفت كده؟ عشان نعمل دايره كبيره. بالشكل ده كده.
بعمل يعني ايه قالب كده اهو بالشكل ده كده اهو. حلو، بنغرف بقيه الرز في الطبق الحلو ده كده، شويه رز كده يعني كله بمزاج اهو، ده مع بيض. انا شخصيا بحبه بالبيض، بس بحب البيضه كلها بقى، يعني مش بيض بياض بس، لا الصفار مع البيض كده. وبعد ما يستوي اقطعه على وش الرز ده كده حلقات ما اقولكيش، وخاصه الصويا صوص مع التوم الني في قلب البيض بياخدنا مدرسه تانية خالص. اللهم صل على النبي. ايه الاخبار؟ خلص الكلام. يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي. هو ده تقليبه كمان. شفت بقى ده اخواننا في الصين كده الصبح اساسا على الجريلا كده ياخدوا يوزعوا على وش الرز. الله الله عليك، شفت بقى زي الفل. ايه الجمال ده يا شيف، ايه الحلاوه دي. طبق فيه كل العناصر الغذائيه، بوتاسيوم كالسيوم بروتين. ايه الجمال ده يا شيف. الله اللهم صل على النبي. بروتين حيواني موجود، الله عليك. هو ده عينيا. نقدم ده كده هنا. حلو.